هلا وغلا، معكم محمد سيف الريامي وراح اتكلم معاكم عن مسلسل الكويتي الروح والرية. طبعا هذا المسلسل انا ما تابعته في ايام رمضان وكنت مشغول مع مسلسلات اخرى، وكان في هناك كثير من الرسائل اللي جاتني في الخاص وطلبوا مني مشاهدة هذا المسلسل وطلبوا مني رأيي على هذا المسلسل، وانا قلت لهم صراحة ما شفت المسلسل هذا، لان انا نوعا ما يعني المخرج منير الزغبي عرفت ادواته الاخراجيه وفاهم انا شو هي الطريقه اللي هو يستخدمها في مسلسلاته، فقلت لا اريد اشوف مخرجين اخرين او بشوف اعمال جديده، مثل مسلسل الناموس كان جديد بالنسبه لي الطرح ماله، فقلت انا بتابع هذا المسلسل، لكن قلت ليش ما اشوف هالمسلسل بعد ما يخلص رمضان، وبالفعل شغلت على قناة OSN وكذلك على قناة شاهد، مرات اتابع مني ومرات اتابع هناك على حسب الظروف الموجودة عندي بالريموت كنترول، شو ما انزل عندي واشغل عليه. فتابعت هذا المسلسل من اول ثلاث اربع حلقات، اندمجت معه وحسيت ان العمل يستحق اني اتابعه لحد ما ينتهي، وبالفعل خلصت المسلسل أمس وشفته كامل 30 حلقة في خلال 5 أيام تقريبا، تابعت كل الحلقات لهذا المسلسل الروح والرية اللي هو من إخراج منير الزغبي وتأليف الأستاذة أنفال الدويسان وبطولة هبة الدري، شيماء علي، يعقوب عبد الله التركماني، ريم أرحمة، محمد الدوسري، فهد البناي، إيمان الحسيني، فيصل فريد، نواف العلي، إبراهيم الشخيلي، صمود المؤمن، تقي، فاطمة الحوسني، محمد الحملي، جيني الفيلكاوي، أحمد بن حسين، عندنا الزين بوراشد، غانم العلي، شهاب حاجية، وفي الشرقاوي، عبد الله الفريج، مهدي كرم، محمد مرتضى، جنان راشد، ونورا المصباح، وفي بعد أعتقد غيرهم موجودين في هذا العمل. طبعا أنا أولا أشيد بهذا العمل بسبب الكتابة الرائعة من الأستاذة أنفال، جابت لنا أول شيء فترة التسعينات، وأنا لما شفت هذا العمل وأشوف فترة التسعينات ليش حسيت أني أنا كأني قاعد أشوف عمل يتكلم عن فترة السبعينات، مو معنات أنه هو في مشكلة في الديكور أو مشكلة في الأحداث، لا المعنى الرئيسي أنا يمكن أشوف أعمال تتكلم عن السبعينات مثلا في التسعينات ولا في الألفية أفلام سينمائية ولا غيرها، كنت أقول يا سلام على السبعينات، الحين والله شفت هذا المسلسل قاعد أقول يا سلام على التسعينات، معقولة التسعينات مرت بهذه السرعة؟ هذا الشيء اللي جاء في بالي وهذا الشيء اللي خلاني يعني أندمج أكثر لهذا المسلسل، وبالفعل يعني حسيت أن الحياة كانت جميلة صراحة حتى في التسعينات، ولو أن التسعينات متطورة أكثر عن الثمانينات وعن السبعينات، لكن شو نسوي؟ فالمهم في قصة العمل هي تتكلم عن أسرة، وهذه هي القصص اللي نحن نحبذها في مسلسلاتنا الخليجية، أن تتكلم عن أسرة، عن الأمور الاجتماعية، لأن في أمور كثيرة راح ما نقدر نتكلم فيها، ما نقدر نطرق فيها، لأن في بعض الأحيان في خطوط حمراء على بعض القضايا، لكن هذه القضية نحن شفناها في كذا مسلسل، زواج وطلاق وعدم التوفيق بين الأزواج، علاقة الأب مع البنات، علاقة الأم مع البنات، علاقة الأخ مع أخواته، الأخت مع أخوانها، علاقة الأبناء بأبهاتهم، أمور مثل هاي شفناها في مسلسلات كثيرة، مسلسلات كثيرة، يعني لو نعد ونحصي من أيام إلى أبي وأمي مع التحية، ولا مسلسلات اللي قبلها واللي بعدها، وايد مسلسلات تشابه الفكرة والقصص هذه، لكن المميز في هذا العمل أن الأستاذة أنفال كاتبة experience أو كاتبة تجربة، أنا في اعتقادي الشخصي أن هاي تجارب هي شافتها أو هي ذاقتها في حياتها وجابتها أمام الشاشة أو كتبتها في الورقة وتم تنفيذها أمام الشاشة، لذلك تحس بمصداقيتها نوعا ما في كثير من الأحداث، خاصة علاقة الأب مع البنات، أو علاقة طبعا البنت تزوج وهي الكبيرة، طبعا هبة الدري يوم تروح عند يعقوب تحس أول شيء مترددة وبعدين بتروح عادي، وهذا يعني لأن علاقتها كانت غير في البيت مع أبوها، هذه الأمور كلها طبيعية جدا، وأيضا موضوع
زيجة ريم هي تكون زوجة الثانية، ترضى أنها تكون زوجة الثانية، لكن الزوج هناك مخه مشغول مع زوجته الأولى، يبي يستردها وما يبي يستردها، الأمور هاي كلها تحس أنها يعني واقعية ومنطقية، وتحس أنها من الحياة موجودة. فهذا الشيء اللي عجبني وايد في هذا المسلسل. طبعا أنا كنت في البداية قاعد أقول عن تنفيذ المخرج منير الزغبي، وأنا عارف أدواته. منير الزغبي في آخر مسلسلاته سواء كانت فضة اللي مع الأستاذ داود حسين، وقبله كان في مسلسل مع الأستاذ هدى حسين إقبال يوم أقبلت، عارف أنه هو لازم يحط شوية من لمسات الغموض اللي ما لها داعي أنا أشوف لها صراحة. ممكن في فضة يمكن كان لها داعي نوع ما، لكن كان تمطيطة طويل لما طلعت الشخصية الرئيسية في النهاية. هني كان بعد يبي يحاول، يعني مثل شخصية زوج صمود، الصمود اللي قاعد يلعب المدواخ ماله، بعدين ما عرفنا وين راح، ما جاء، أنا على بالي بيطلع الحين شيء. فأنا قلت هذه هي أدوات منير الزغبي، وغير أنه يحب يجيب لك الدراما أو المشاعر والأحاسيس بشكل أوفر جدا. هذا الشيء اللي ما أحبذ في إخراج الأستاذ منير الزغبي، مع أنه هو عنده أدوات جيدة وعنده إمكانية في يعني كيف أقولكم، في اهتمام للممثلين اللي عنده، لكن هذا يعني الأوفر. أنا في لقطة صراحة ما عجبتني، لقطة يوم هبة الدري مترددة ما تبى تتزوج، وفجأة تشوف أمها جاية في الشرقاوي، هي تكون ميتة طبعا، فتتخيل أن هي جاية. ذكرت فيلم كشكش هوتاهي مال شاروخ خان وسلمان خان، نفس اللقطات، البنت شاروخ خان يوم تبى تتزوج أبوها مرة ثانية لكاجول البطل اللي هناك، فتشوف روح أمها تكون راني مكرجي على أساس إن تطالع. وأنا ركبت صراحة، ركبت في مقطع بتشوفونه في الإنستغرام عندي، ادخلوا الإنستغرام راح تشوفوا هذا المقطع، ركبت الأغنية الهندية لأن صراحة ما عجبتني اللقطة، وحسيت إن كذا لقطة يعني تتكرر أكثر من مرة، يعني يكفي. هذه شوية الأوفر، وأيضا في أوفر في بعض الحوارات، ياريت لو كان شوية يستغنى عنها المخرج، ممكن هي مكتوبة في الورق ممكن يستغنى عنها عادي، يحق له هذا الشيء على أساس أنه ما له داعي. يعني أول ما المشهد فلان يقول مثلا أنا كنت أتوقع شيء ولكن حصل شيء ثاني، يا أخي يجيب لي اللقطة على طول وأنا بفهم اللقطة من الصورة، ويبدأ من بعدها الحوارات المبسطة على أساس تكون شوية منطقية. فهذه الأمور لو يتجنبونها عشان يطلع العمل شوية بعيد عن هذه الشوائب وبعيد عن هالأمور، راح يطلع جميل جدا صراحة. هو عمل جيد ويستحق الثناء والتقدير. بالنسبة للتمثيل طاقم العمل رائع، لكن في مشكلة أنا نسيت أتكلم فيها، مشكلة المكياج خاصة على هبة الدوري من البداية، لأن هي القصة تدور مع هبة الدوري مع ذكرياتها مع الصور، فالميك اب دائما أنا أشوف فيه تغيير، أشوف مرات التجاعيد واضحة، مرات التجاعيد خفيفة، مرات التجاعيد واضح أن هي معمولة بالقلم الأسود هذا. فهذا يعني عيب الديكوريشن أو عيب المكياج اللي موجود، فياريت لو ما كان يكون موجود. على العموم تمثيلا هبة الدوري رائعة جدا، الفنانة هذه أثبتت وجودها من كم سنة تقريبا، بداياتها هي التسعينات كانت مختلفة، والحين هي وحدة ثانية، هي وصلت لمرحلة أنها تأخذ بطولات. وأنا اللي يعجبني أن هي مش راضية تأخذ بطولات، عاجبني أن هي تشارك في البطولات مع آخرين، وأنا هذا الشيء اللي أحبذه وأحبه في النجوم أو النجمات الموجودين في الكويت أو في الخليج. لا تحاول تكون البطل الأوحد وأتابعك 30 حلقة وأنا فاهم أنك شو راح تسوي، مثل ما شفنا إلهام الفضالة في مسلسل أمينة حاف. فأنا عاجبني أن هبة الدوري موافقة أنها تكون بهذه الطريقة، وحلو البطولة الجماعية على فكرة تبرزها أيضا، مش أنا ما راح تبرزها، راح تبرزها بشكل جميل، وهذه مباراة بين الممثلين راح تعطيك ناتج جميل جدا. عجبتني أيضا شيماء علي عنيفة صراحة في هذا المسلسل، هذه المرة كانت جدا رائعة. أي نعم في بعض اللقطات تقول عليها يا أخي هذه شو قاعد تضحك بشكل مش طبيعي وهذا، لكن من بعد ما تعرف أنها فيها حالة معينة تتقدر أن هي قاعد اللي تعملها صحيح مع الشخصية المرسومة معها. طبعا عبد الله التركماني هذا الأستاذ رائع قوي جدا، ممكن كان مهضوم حقه في مسلسل سماء عالية، لكن في هذا المسلسل كان رائع جدا، وكان
طالع بهيبة جيدة جدا في دور الأب اللي لايق عليه، وبصراحة مرسوم لرسم بشكل جيد جدا، وأنا ما قادر أتخيل أي ممثل آخر في هذا الدور. عجبتني أيضا الفنانة ريم رحمة. ريم من الفنانات الرائعات البحرينية طبعا. أداءها نوعا ما يذكرني بمسلسل ساق البامبو، يعني المطوعة اللي تهتم وايد ببيتها بزوجها بعائلتها. ممكن ما كان موجود في ساق البامبو، لكن موضوع أنها هي تكون مطوعة وتكون عندها الإسلاميات كثيرة والأمور مثل هذه، هذه نوعا ما كان أنا شايفنا في ساق البامبو، لكن ما يخالف. قاعد أشوف لها دور مطول، وأشوف لها دور جيد جدا في هذا العمل. واحدة من الشخصيات اللي عجبتني أيضا هي هالفنانة، وكذلك إيمان الحسيني أثبتت وجودها هذه الفنانة الشابة. طلعت جيدة جدا مع مسلسل لا موسيقى في الأحمدي، والحين أنا أشوفها في دور جيد جدا صراحة في هذا المسلسل، مسلسل الروح والرية. كذلك فاطمة الحوسني أنا عجبتني في هذا المسلسل، كان دورها لايق عليها وعطاها يعني عطت رونق لهذا المسلسل، واللي زاد الرونق أكثر وجود شهاب حاجية في آخر حلقات المسلسل هذا، يعني غير شوية مود الحلقات وغير مود المسلسل. وكثيرين يعني يستحقون الثناء والتقدير في هذا العمل، يعني أنا أذكر مين بعد عندك، يعقوب عبد الله كان أيضا جيد جدا في هذا المسلسل، ودوره يعني يعني لايق عليه، كان يعني اوكي، كان يعني مؤديه بشكل ممتاز وبشكل جيد. هذا كل ما لدي عن مسلسل الروح والرية، واحدة من المسلسلات الجيدة صراحة تستحق الثناء والتقدير، المتابعة أيضا في الشبكات الموجودة عندك، سواء كان في قناة OSN أو شاهد معروضة حاليا، إذا تحبون تشوفونه راح تستمتعون مع هذا المسلسل. وهذا كل ما لدي عن هذا المسلسل، شكرا جزيلا على المشاهدة، ولا تنسون السبسكرايب واللايك شير لقناتي، وإذا تحبون ريفيوهات كثيرة وقراءات كثيرة اكتبوا لي في الكومنت وأنا راح أرد عليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.